أين نحن من ذكر الله تبارك وتعالى؟ لماذا نشتغل بالغيبة والنميمة؟ الذكر ينهى عن الغيبة والنميمة، لأن الإنسان منشغل بما هو أهم، منشغل بذكر الله. لا 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 أضيع هذه الأوقات من الذكر بالنميمة والغيبة وغير والكذب وغير ذلك من الكلام الذي يضر ولا ينفع. ويذكرون عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه كان من أكثر الناس ذكرا لله تبارك وتعالى، يأكل ويذكر الله، يسمع ويذكر الله، في كل لحظة يذكر الله، حتى إنه في بعض الأحيان يذكر بعض طلبته، يقول إذا كان يريد أن يركز مع السؤال يعض على شماقه حتى لا يتحرك لسانه بالذكر من كثر ما تعود على ذكر الله تبارك وتعالى. فيعود الإنسان لسانه على ذكره، ما يضيرنا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله.